هكذا بدت فرحة المصريين بالمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. هذا الدستور الذي يعد خطوة أولى نحو استكمال بنود خارطة المستقبل السياسية. أدرك المصريون أن شرعية هذا الدستور لن تأتي فقط من خلال التصويت بنعم، وإنما بمشاركة شعبية حاشدة تعزز كل الخطوات التي اتخذتها مصر منذ ثورة 30 من يونيو. نزلنا وحنا كبار كده وعيانين، ولازم ننزل نعم عشان بلدنا وعشان عيالنا وعيال عيالنا. مصر هي اللي ضحينا، ضحى شبابها، ضحى بروحهم، احنا فداك يا مصر. الناس دي اللي نزلت دي، امي دي واختي دي، الناس دي بتحب البلد دي، احنا بنحب بلدنا. الدستور زي الفل، ما فيهوش اي حاجه، واحنا منوافقين ومنزلين بالثلاثه يعني. نعم نعم نعم. احنا مش عايزين نبقى سوريا ولا ليبيا ولا العراق، بس مش عاوزينها تبقى كده. بدا من الواضح أن تصويت المصريين على مشروع الدستور هو تصويت على مستقبل مصر السياسي، بل ودعوة صريحة لوزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية. إن شاء الله السيسي يبقى رئيس البلد دي، ربنا يخليه وبارك فيه. كلنا نازلين نقول نعم للدستور، عايزين استقرار، عايزين نعيش، عايزين ناكل عيش. أنا مريضة وانزل، كل أم تنزل وتدي صوتها عشان صوتها أمانة وصوتها حق علينا. نازلين النهاردة نقول نعم للدستور ونعم لمصر، والخير لمصر يعم على مصر وكل حاجة. تعبنا وقرفنا، لا فلاح عارف يشتغل ولا تاجر عارف يلم فلوس ولا موظف عارف، والبلد وقف حالها. الاستفتاء الذي يستمر لمدة يومين ويحق فيه لأكثر من 52 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم شهد تأمينا مكثفا من قوات الشرطة والجيش تحسبا لوقوع أعمال عنف أو إرهاب تؤثر على سير عملية الاستفتاء. احنا طبعا متوقعين كأمن ان ممكن يكون في اي تدخلات، واحنا عاملين حسابنا في الكلام دوت. وزي ما انت شايف العمليه التامينيه مش قاصره على تامين اللجنه فقط، احنا بنامن اللجنه وبنامن الطريق، الطريق ماشي زي ما انت شايف، والناس فرحانه زي ما انت شايف. ويراهن الكثيرون على ان نسبه التصويت على هذا الدستور ستفوق التصويت على دستور 2012، وسط توقعات بان يصل حجم الموافقه على مشروع الدستور الجديد اكثر من 75%. يؤمن المصريون إذن أن المشاركة في هذا الاستفتاء لا تعني فقط تأييد مشروع الدستور الجديد، وإنما أيضا كتابة شهادة ميلاد شعبية لمستقبل مصر السياسي، وشهادة وفاة رسمية لما يوصف بشرعية الإخوان. ياسين الجهري، CNBC عربية، القاهرة.